السلام عليكم. كان في مذيع ما ادري واش سوري ولا فلسطيني، المهم من الشرق، في المغرب اثناء احتفال المغرب بوصول المنتخب المغربي، ويقول فعلا هذه الرباط كده، يعني اللي انتبه له هو انتبه لنظافة المدينة والشوارع العريضة، يقول هل فعلا اسمه الرباط كده ولا بس يعني لأنه فيها الملك وفيها لأنه استقبال وكذا؟ لا، فعلا الرباط كده، سواء فيها الملك أو ما فيها الملك، هي نظيفة نظيفة مستوى عالي جدا، وليست الرباط بس، عندك جميع المدن، جميع المدن نظيفين. شفت طوان، طنجة، العريش، القنيطرة، أكادير، مراكش، كلها نظيفة ولها قصة، لها قصة. نعم نعم، المدن نظيفة وشوارعها يعني لها قصة، القصص هو أنه كنا نقول ذاك اللي بينظف الشارع نقول له الزبال، المواطن كان يقول هذا. المثقفين وقفوا وقفة فقالوا هذا ما هو زبال، هذا بينظف لنا الشوارع. مين الزبال؟ الزبال هو ذاك المواطن اللي بيرمي الزبل أزباله أو مخلفاته، أو يخلي مخلفات لما يخيم في منطقة يخلي المخلفات، أو يرمي المخلفات من السيارة، أو يرمي، هو هذاك الزبال. فصارت الناس يعني خادت الفكرة هذه، مع العلم أنه المسؤولين حتى هم خادوا هذا، صاروا يحترموا الرجل وسموه المنظف، منظف الشوارع وليس الزبال. والزبال هو ذاك اللي بيرمي الحاجات في الشارع ويخليها في الشارع. فصارت هذه الثقافة عند الجميع، الصغير الكبير البنت، صارت الثقافة عامة يعني في المغرب. فصار الشارع نظيف، ينظف المنظف، وإذا أنت رميت هذا ممكن يثور عليك الشعب، إذا رميت شيء من سيارة أو خليت مخلفات في المكان اللي أنت مكان استجمام أو مكان هذا استرحت فيه أو شيء، ممكن يثور عليك الشعب. ما أجمل تطوان، وما أجمل طنجة، وما أجمل العرايش، وما أجمل الرباط، وما أجمل مكناس، وما أجمل فاس، وما أجمل مراكش، أكادير، كلها مدن رائعة رائعة. والناس، في ناس يعني ايش اقول لك، انت تحكم على الناس اذا زرت المغرب، اذا زرت المغرب انت تحكم على الناس. فعلا الناس طيبين، كرم، الكرم والطيب، اخلاق العرب. فانا اقول غريب الامر يعني الواحد يتكلم على النظافه، يعني نظافه الشوارع ولا نظافه الشخصيه. هذه من الاساسيات، يعني احنا اهل النظافه المسلمين، يعني من اساسيات الاسلام، يعني المسلمين هم اهل النظافه. فما اذا ما كانت المدينه نظيفه فمعناته اشخاصها اصحابها غير نظيفين، البلد غير نظيف معناته اصحابها غير نظيفين. فاحنا اهل النظافه، احنا النظافه بند اساسي في الاسلام، بند اساسي في الاسلام، في كل شيء، في الصلاه، في الوضوء، في النوم، في الشارع، في البيت، في الغرفه، في كل شيء. ولهذا يعني ليس غريبا تجد بعض المدن، انا لا اقول كلها، المدن المغربيه انها نظيفه، نظيفه جدا جدا جدا. هذا يحبون ديال 2022 في قطر، فريد من نوعه الصراحه، فريد من نوعه. ولو تحدثنا لمده سنه ما تكفينا على المغامرات والكلام، الحاجات اللي كانت موجوده فيه من جميع النواحي، من البلد، من قطر، من الفريد، من الفرق كلها، من الجمهور الى اخره. لكن في كلمه قالها بونو لما تأهل، قال في لقاء صحفي، قال كنا مقصرين ووصلنا السيمي فينال، كنا مقصرين يعني. فالكلمة هذه قليل اللي يعرفوها، المغاربة طبعا مغزاها. ف
فكلمه احنا كنا مقصرين ووصلنا للنصف النهائي، كلمه ما ممكن هنا في الشرق ما يعرفوهاش. مقصرين يعني احنا جينا غير نلعب، احنا مقصرين يعني سهرانين كذا مقصرين، نروح نقصر عند اشخاص يعني سهرانين ونروح نسهر معاهم. يعني ما هياش ما جيناش يعني شادين حيل كثير، فاحنا غير مقصرين يعني كانك رايح عند اخوان سهرانين وتسهر معاهم وخلاص وترجع. كلمة يعني لها وزن في المغرب، احنا مقصرين يعني ما عملنا ولا شيء، يعني ما عملنا ولا شيء. الكلمة هذه مقصرين ممكن هنا في الشرق يقولوا مقصرين يعني انهم قصروا، يعني تقصير في العمل او تقصير في الشغل، وهي لا، مقصرين يعني سهرانين مع الناس، جينا نمشيو اليوم وخلاص وراجعين. يعني فوصلنا للنصف النهائي رغم اننا كنا من غير يعني ما احنا جادين في شغلنا.